وكذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 222/1045 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 قدمه السيد عبد الوهاب الفتيت وزير الداخلية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة 6 مساء إلى غاية الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة 6 مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.